مع انخفاض درجات الحرارة سنحت للعائلات فرصة الخروج للمناطق البرية من أجل أن ينعموا بأوقات رائعة وبطقوس الشتاء المختلفة. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه قد يهمل البعض اشتراطات الأمن والسلامة فتكون العواقب جسيمة. ومن هنا دعت شرطة أبو ظبي أفراد المجتمع كافة لبذل المزيد من الجهود للوقاية من الحوادث التي تتزامن مع فصل الشتاء، مؤكدة استمرار حملتها شتاءنا آمن وممتع في نسختها الخامسة حتى نهاية شهر يناير 2023. وأكدت شرطة أبوظبي على ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في الأوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق والتأكد من إطفائها. كما حثت على توفير أماكن تهوية وشفط للدخان المتصاعد في الغرف المغلقة مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها. وليس هذا فحسب، فقد ناشدت شرطة أبوظبي الجمهور على التقيد بالتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أي حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل الحرائق المنازل أو الاختناقات. إلى جانب ذلك أكدت شرطة أبوظبي من أنه على الجمهور التأكد من سلامة وقدرة تحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنب لمسها أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور. تهدف شرطة أبوظبي من خلال حملاتها المختلفة إلى تعزيز التوعية الوقائية للجمهور وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع.